وصلنا ايضا لاخر فقره معك فرح. الناحية الطبية كتير مهمة سالي، ومن خلالها بنوضح كتير من الاستفسارات. اليوم الموضوع شائع جدا بين كتير من الشباب وكتير من الأشخاص إذا بدنا نعمم، فأكيد عم نحكي عن الثقاليل الفيروسية، وهي أو الأورام الجلدية اللي بتسببها الفيروسات. بتظهر بشكل كتير كبير لدى الشباب، بيختلف المظهر والأعراض بحسب التوضع وبالتالي نوع الفيروس وطبعا رد فعل المريض. لنحكي أكثر عن هالموضوع أكيد بصيرنا نرحب بالدكتورة وهيبة سليمان، أخصائية بالامراض الجلديه. صباح الخير دكتوره. صباحك الله يخليك. يسعد صباحك دكتوره. يمكن اليوم موضوعنا كثير مهم وكثير عم بيعانوا منه الصبايا والشباب، ولكن الصبايا يمكن خلينا نحطهم بين قوسين لانه هن بتعرفي دائما بهمهم الوجه، بهمهم النضاره، البشره والاشراقه دائما. يمكن الحبوب احيانا بتكون بشكل اعتيادي وطبيعي، ولكن احيانا تظهر بشكل غير اعتيادي، بتكون مثل ما حكينا هي نتيجة إصابة فيروسية بالجلد أو نتيجة التهاب جريبي بداخل أيضا الأدمة والجلد. خبرينا عن بالمقدمة اللي حكينا عنها عن الشيء الفيروسي. السقاليل طبعا هي سببها فيروسي، هي ما التهاب اجربي، هي عباره عن اصابه فيروسيه بالحمات الحليموميه الانسانيه بنسميها الهيومن بابيلوما فيروس. هي زمره واسعه كثير من انماط الحمات، واكثر من 170 نمط، وكل ما عم يشوفوا انماط جديده. فهي بتسبب لنا المرض اللي الكل بنعرفه، التقاليل العاديه اللي كثير شائعه فتره الطفوله، ممكن حتى اكثر فتره الشباب، عند الكبار قليل كثير نشوفها، ممكن يصير شوية مناعة وأضداد لما تعود ترجع. حلو. وطبعا هي السقاليل يعني هي مثل ما قلنا ممكن شائعة وما لها أي تأثير يعني خطر، إلا طبعا بعض الأنواع اللي بنحكي عنها. ممكن أحيانا مناعة الجسم تتغلب عليها وتطيب بشكل تلقائي، مشان هيك وقت العلاج بنحاول ما يكون العلاج يكون إنه يساوي لنا ندبات وآثار جانبية، في حين إنه هي ممكن تطيب بدون أي علاج. بس أكيد نحن لازم نفكر بالعلاج إنه هي معدية، فممكن الشخص يعدي حاله، يكون الطفل طالع له على ايديه، يحط ايده بتمه يطلع له بالمنطقه المخاطيه الفمويه، والعلاج صعب ومؤلم، يعني ما العلاج سهل، فلازم نعالجها. كل ما بكرنا بالعلاج كل ما وفرنا على المريض انه يتعالج بشكل اصعب. حلو تمام. دكتوره ليه في اشخاص بيكونوا هن اكثر عرضه للاصابه بالثقاليل مثل ما بنقول اكثر من الاشخاص الباقيين، قبل ما نحكي طبعا برحله العلاج وكيف بتبلش؟ هلا اكيد في استعداد، يعني في نفس الشخص مثلا شخص عنده ثقاليل يسلم مثلا 20 شخص، يصاب واحد او اثنين، فاستعداد شخصي. يعني في ناس ممكن ما ينصابوا، سبب تماما مو معروف، بس في عندنا استعداد، في ناس عندهم استعداد ياخذوا الفيروس، احيانا بياخذوا الفيروس وما بيعطوا افات، يعني انه الفيروس بيكون موجود على الجلد بس ما في اي افات، خاصة هي بالتقاليل التناسلية انه المريض ممكن يعدي وبدون ما يكون في افات، فبنلاقي الافات عند الشريك والسبب بالعدوى ما بيكون عنده افات. فما دائما تظهر هالاورام، بس هو موجود بيكون بالبشرة الفيروس. شو سبب الفيروس بشكل يعني؟ هو فيروس مثل كل الفيروسات، يعني فيروس عن طريق مثلا اكثر شيء الملامسه والتماس الصميمي، يعني بده يكون الملامسه بشكل مستمر. فلذلك نحن بننصح دائما انه اكثر شيء بنشوفه نحن التباعد. هلا تباعد كورونا كثير منيح، اكثر شيء بنشوفه على الايدين، على القدمين، على المحلات، محل ما بيسلم مثلا على القدمين بالمسابح، انه بيكون الواحد ماشي حفيان، فالفيروس ممكن يلقط ويعدي. فدائما بننصح انه ما نمشي بحفيانين، ننتبه انه كمان السلام هلا الحمد لله ما عاد في هيك سلام، فهي الفيروسات كثير بنختصر منها. فهي عباره عن فيروس ممكن يصيب كثير مناطق من الجسم، عده انواع لها، نبدا ممكن السقاليل الشائعه اللي بتصيب اليدين القدمين، في عندنا سقاليل على الراحتين والاخمصين، وفي عندنا سقاليل المنبسطه، هي بتكون بشكل كثير منبسط، ما بتكون مثل التقاليل العاديه. التقاليل العاديه بيكون سطحها شائز بنحس، وهي طبعا بلون الجلد احيانا ما بينتبه لها المريض. صح. ممكن يروحوا على الطبيب يفكروا حب شباب مثل ما تفضلتي التهاب اجربه، لا هو بيكون توليد. مختلف دكتوره طريقه العلاج حسب توضعها؟ اي اكيد، لانه مثلا وقت توضع الوش بدنا ننتبه كثير انه ما نحط كثير معالجه هجوميه، نترك ندبات، وخاصه السقاليل المسطحه، فما كثير بنحب نعالجها، وممكن هي تطيب لحالها. بس طبعا وقت تكون كثيره بدنا نعالجها بس بطرق بسيطه. هلا بنحكي على طرق العلاج،
هي بتتراوح بين ممكن نحط كريمات موضعيه، كريمات مناعيه، حالات للقرنيه، لانه الفيروس موجود بالطبقه القرنيه وعم يصير عندنا التكاثر بالبشره، فممكن نحل هالطبقات فبيتحسن الفيروس. ممكن نلجا للكوي، الكوي على البارد اكثر شيء، بغاز الازوت السائل، هذا درجه بروده ناقص 192 تحت الصفر، هذا بنعتبره افضل علاج بكل انواع السقاليل، بس بده يكون بايد خبيره، يعني مثل ما قلنا ما بدي انا اروح تالوله اترك ندبه على الوش او بمحل ثاني. في عنا طرق تانية احيانا حقن ابر بالحالات الشديده، السقاليل الاقمصيه، حقن البليومايسين، ممكن تخثير كهربائي، بس بدنا ننتبه كثير من العالم بيلجأوا لجراحه وهذا خطا كثير، لانه الجراحه خاصه مثلا سقاليل باليدين والقدمين مثل ما قلنا السقلول ممكن تصيب لحاله، ممكن تصيب بعلاج بسيط. بنساوي جراحه خاصه بالاقمصين، هي كثير بنشوفها، ونحن التربيه بالاصل بالنهايات ما بتكون قويه ليصيب الجرح بسرعه، فبناخذ ندبه وبنفس الوقت مو معناتها الفيروس طاب، الفيروس انه ممكن يتوضع بعد فتره طابت، شالوا التالوله ما ملاقي غير 20 و30 تالوله طلعوا، فاكيد الجراحه لازم نبعد عنها بشكل كامل بالسقاليل. نعم. يمكن فرقتي دكتوره بين مثل ما حكينا بالبدايه التقليل عن الالتهابات الجريبيه، هذا جرثومي وهذا فيروس، تمام. هلا بالتواليل هي اللي بتطلع على الشخص بيكون فيها الام؟ عادة لا، وما بتكون عرضية، ما انا مؤلمة، لا ابدا ما انا مؤلمة، مو مثل الحبوب الا اذا كانت بالاخمصين، لانه الفيروس عم ينضغط على الوقفة على الضغط حتى بالراحتين بفوت لجوا فممكن يساوي الم. اما السقاليل الشائعة على ظهر اليدين، سقاليل مسطحة على الوش، لا، ممكن سقاليل تناسلية عادة تترافق مع فطور، ممكن يصير حكة سنوية، بس يعني هو عادة لا عرضية الفحص، الا اذا مثل ما قلنا كانت محلات معرضة للضغط فممكن انه يصير الم. من دكتوره بنشوف كثير من الاشخاص يمكن مثل ما قلتي بيعملوا بعض العمليات الجراحيه، اشخاص بيعالجوا بشكل دوائي ولكن يدوي، بتروح الثقاليل بينبسطوا كثير بالفتره الاولى لكن بترجع يمكن مثل ما قلتي مره واثنين وثلاثه، شو هي الطريقه المناسبه لحتى نحن نضمن يمكن ما ترجع او بعدد اخف؟ وكيف هلا هو ضمان ما في 100%، الفيروس صار بالجسم ممكن يضل كل العمر وما في اي تحليل تختلف، ما في يعني ولا تحليل اعرف انه لسه الفيروس او لا، بس نحن طالما في افات فعاله عم نشوف سقاليل المفروض نعالجها بقدر الامكان بنخفف كثير من انه يضل الفيروس ويطلع افات جديده، بدنا نتابع خاصه مثل ما قلنا بتقاليل تناسليه، لانه التقاليل العاديه ما لها تاثير، اكيد منظرها ما حلو ممكن تعدي، بس التقاليل التناسليه هي اكثر يعني مرض بينتقل عن طريق الجنس، واكثر مرض ممكن يساوي لنا سرطان عنق الرحم من الحمات الحليموميه الانسانيه، فهذا بدنا ننتبه كثير لعلاجه. منا ننتبه طبعا الوقايه اهم شيء، دائما نحاول الايدين يكونوا ما يكون عندنا جفاف، لانه دائما الفيروس اذا بده جلد سليم ما راح يقدر يفوت، عاده اذا في عندنا جرح احيانا جروح مجهريه يعني جفاف قشب عادي، فهذا الفيروس بفوت اكثر، اذا عندنا رطوبه فطور كمان بفوت اكثر، فنحاول بقدر الامكان انه جلد اللي هو مراه الجسم نحافظ عليه انه بشكل سليم، فبنكون بعدنا عن كثير من الافات. تماما. هل النظافة الشخصية أيضا بتلعب دور، والنظافة العامة خلينا نقول بتلعب دور بقصة أنه الفيروس يعلق؟ هلا الفيروس مثل ما قلنا يعني هو بيحب انه اللي يكون في بشره متاذيه سواء جفاف كثير او رطوبه كثير، فالجفاف وقت هلا كثير عم نحط معقمات بسبب كورونا، فلا نحن عم ناذي الجلد، فنحاول دائما اذا كنا مضطرين وحطينا هالمعقمات او غسلنا دائما نحط مطري بعدها، والعلاج باسرع وقت. وبنتبه كثير بالنسبه للعلاج انه في عندنا دواء فيروسي كثير بعض العالم عم يعطوه للحمات السقاليل، هو ما بيفيد، هو بيفيد بالحمات حلقيه بس، حب هذا بيتاخذ وله تاثيرات جانبيه، فننتبه يعني العلاج دائما يكون عند الطبيب مدروس، ما ناخذ من عند حدا ثاني غير الطبيب. صحيح. يعني دكتور شكرا لك وللمعلومات اللي قدمتي لنا اياهم، بتمنى الاشخاص يمكن ما يتصرفوا بطريقه عشوائيه وياخذوا ادويه قيل عن قال، دائما بنقول نحن اللجوء للطبيب، الاستشاره الطبيه، ونمشي خطوه بخطوه برحله خاصه اللجوء. ادواته الشخصيه الواحد يعني حتى المكياج وقت يتساوى عند مساوي لنا المكياج، فكثير ممكن الاسفنجه نفسها هي تحتفظ بالفيروس وتعدي من شخص لاخر. يعني دكتوره وهيبه ميرسي كثير على التفاصيل اللي قدمتي لنا اياها، وخاصه يمكن بمجال البشره، بتعرف في فرح كل العالم بدها تهتم ببشرتها بس ما بتعرف هدول التفاصيل والنقاط اللي ذكرتيها. شكرا كثير لوجودك معنا، نورتي صباحنا. شكرا كثير لكم. شكرا دكتوره.